ويا صباح الخير وأحلى تسجيل دخول. تفتح عينك على هالمناظر، هنا كل بيت أو كل حديقة فندق تختلف عن الأخرى، كذا تحس فيها توقيع خاص. فنانين، والعرب هم أساتذة هندسة الحدائق. هذا مو كلامي، هذا كلامهم هم. المستشرق الألمانية زيغريد هونكا في كتابها شمس العرب أظن تسطع على الغرب تقول أول من ألف مجلد كامل في هندسة الحدائق هم العرب، واللي ألفوا الحسن بن موسى. طبعا أخذوها عنا عن طريق الأندلس، الأندلس حدائق غناء وانتقلت إلى أوروبا ونسيناها حنا. اليوم أصبحت على خبر سعيد، خبر مفاجأة بالنسبة لي. أمس كنت أتراسل مع واحد من الشباب، وينكم لي معلمتوني رحتوا، ونسولف ونضحك. قلنا له يلا إذا فيك شدة تعال، قال ارسل لي عنوان الفندق. طبعا أنا أمزح يعني، ما قلت له الفندق الفلاني، هو شايفه في السناب. اليوم أصبحت ولقيته قدامي، صدق أو لا تصدق، يا هلا بالإتيكيت، يا هلا برجل المفاجآت. يا أخي أنت إيش معاك؟ أنت بساط الريح ولا أنا بأفهم أنت كيف وصلت في 24 ساعة من الرياض إلى ملقا إلى مدريد إلى انترلاكن؟ الله أكبر، في ليلة واحدة أنت قطعت الطيران تقطيع. الله يسعدك، وشوف وجه، شوف الحياة جت، الحي يحييك والميت يزيد غبن. وجيت وجت الحياة معك، القهوة والبارحي هذه جيبها معك في الطائرة، والفرشة بعد. يا شيخ الله يسعدك. صح جت أغراضنا، ولكن فيه شنطتين ما جت لنا. أفا يا ذا العلم، شنطتين ما جت لنا. طبعا إحنا هو شاحن شنطتين، الخطوط السعودية يعطونك شنطتين، هو شاحن شنطتين ثانية ب2100. والله الخطوط السعودية رحلة جدة جنيف 5 نجوم كانت، والله يا المضيفين ما طاحت يديهم، تنا شكرناهم صراحة. رحلة تغذية، ما أدري وين الشنطة الآن، هل هي في مدريد في ملقا في الرياض؟ تفرقت دماء شناطك بين الدول والمدن. لا إن شاء الله إذا حد يسمعنا من الشباب في مطار الملك خالد يفيدك بإذن الله. إحنا بس نبغى يبحث الشنط وينها، هل هي في مدريد، هل هي في ملقا، وينها، وين شنطنا؟ البرحجة طب أغراض السيف جاليري اللي رحنا قضيناها، سيف جاليري الطحين والعسل. هلا قول تم بالنطف الباراشوت. وينه وراك؟ ايش رايك باراشوت بالنط؟ يجون ياخذونه بالباص من هنا الى اعلى القمه فوق هارد كلوم وننقز، ايش رايك؟ تم كلام صحيح، تم ما تخلع فوق تقوم تتراجع. والله ما اقدر ركبت، بس انا جاي مغامر. والله ونعم، والله خلني القي نظره، القي نظره يلا يلا وحدد، بيلقي نظره شوف يحدد يقيس. ها قيس قبل الغطيس، ها وافقت تم. وقت التحدي، ها يا اتيكيت، كنت تتحدى الاسود في الارض جنوب افريقيا، والان ايش تحدي؟ الان تحدي النسور يا اتيكيت. اتحدى ونعم، لكن ترى تحدي السماء غير تحدي الارض. والله هو علمني من اذا صار شيء انتهى كل شيء. كتبت وصيتك؟ وصيتك عند مين؟ عند الاسد الكردي. والتيكيتات فيهم يحجزوا عندي اللي تخفيض 20%. يا سلام، وهي صحيح، وما لازم ترى تيجي للمكان هنا، يجوك لين الفندق ياخذوك. يعني انت مجرد ما تحجز وين ما بيكون يجي ياخذك، والهبوط هنا. من عجائب سويسرا انا راكب مع 2 سويسريين، هذا البايلوت الطيار وهذا السائق، الاثنين يتكلمون مع بعض باللغه الانجليزيه. البلد ذا فيه عجائب، بس ودي اروق واقعد اتكلم عنه. يعني شوف 2 مواطنين في نفس الدوله يتكلمون باللغه الانجليزيه عشان يفهمون بعض. طبعا عندهم 4 لغات في سويسرا. بالانجليزي شو بيقولوا؟ ما في مشكله، نو بروبلم، نو بروبلم، نو بروبلم. شو قالوا؟ افتر فلاينج هي نيدز دايت.
يقول لك بعد هذا لازم تسوي دايت. دايت؟ ايوه. رمضان. رمضان والله. يقول لك 12 شهر رمضان. ها واضحة. الله يسعدك يا ابو عبد الرحمن. Please take care about him. This is my best friend. مستعد يا ابو عبد الرحمن. كل بعدين ثلاثة محيطين فيك. هذا دليل على أهميتك يا ابو عبد الرحمن. ثلاثة معالي تتكيت. ثلاثة. بسم الله 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 بسم الله. أقلع. الشجر الشجر يا اتيكيت. حلق شو يقول افتح يدينك. الله يستر عليه. لا اقلعوا. راح الله يسهل دربه. طبعا حيعبرون القمة اللي هناك هارد كلوب وبعدها ينزلون على انترلاكن في الساحة. توم Hey, let's go fly. Take care about me. Yes. الله أكبر. يا ليتكم يا من تعرفون هذه الأمور تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. We want chocolate and coffee. شوكليت كافي لازم. Yes. إن شاء الله مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. Fantastic. اتيكيت اهلا. رايحين مكان فيه كوكتيل من سحر جمال الطبيعه السويسريه. بعد القفص في شيء بعد في ذحين وقت المردغه في الطبيعه. احنا في احد اجمل اوديه سويسرا. شوف الجبل الينفرا. شوف كيف الثلج الجليد والثلج صارت ثلج على قمم الجبال والسحب تعانقها.
الطبيعة السويسرية، الطبيعة السويسرية عجيبة. الله 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 الله، شوف يا اتيكيت اللي نازل من أعلى الجبل. السلام. شوف. السلام. شوفوا كيف قاعد يشوف. طيب الآن نطلع فوق؟ أيوه نطلع. تحت الشلال نسلم. يلا. قلت لك ما. ندخلك بقلب الجبل. أيوه. في شلال بقلب الجبل. آه. وبعدين بنجيب ناخذك على تحت الشلال. القفص فيه؟ ما في قفص، في مردغة، لا مردغة الطبيعة. فهد ودي اطب من السياره. خلاص طبات حتى بالسياره بتطب منها. شلال شلال تراها يكفي صورته ويكفي صوته. بدا الجو يبرد هنا، ليش يا فهد؟ خلاص الشمس هنا بين الجبال ظلال. اسمه وادي 72 شلال. كيف ما راح يكون بارد هذا الوادي؟ ذكرني بوادي شهير في النرويج، وانت طالع من فوس يجيك وادي كله شلالات. هذاك الوادي برضو سميته وادي الخيال لكن في النرويج، وهذا وادي الخيال في سويسرا. هذا الوادي فيه 72 شلال وفيه قرى وبلدات، ووسط الوادي هنا نهر يخترق الوادي. طبعا النهر الثلوج اللي في قمم الجبال الذوب تنزل، هذا هو النهر. هذا النهر. معك الفرش يا تكيت؟ أيوه. وقفنا وقف. معنا الفرش. معانا الذيب، معانا القهوة والفرشة والعلوم. لا سمعت عن شيء اسمه سحر الطبيعة؟ هي عبارة مجازية. هنا سحر الطبيعة. متجهين لزيارة شلال ترملباخ في وادي الخيال لوتر برونيم بالقرب من انترلاكن في سويسرا. نسمع صوت. هذا صوت الطبيعة يا ابو عبد الرحمن. وين الصوت؟ هنا صوت نهر وشوي شلال. شلال وين الان؟ قدامنا. سلام. تخليك في معيتي بس. صديقي يا هلا والله، كيف وجدت نفسك في الطبيعة؟ نسيت نفسي، نسيت التعب، نسيت كل شيء يعني في الطبيعة هذه. نسيت كم طيارة أخذت عشان وصلت؟ ملقا ومدريد والرياض على بس وصلت. وصلت لله. ونسيت نسيت كل شيء وغرقت الآن في الأجواء هذه الجميلة. أنت ما قلت لك سلمني نفسك. بإذن الله. خلاص دع القيادة واستمتع بالرحلة. الرحلة يلا معك، بس شوف اقلب الكاميرا فهد، شوفون الجمال اللي خلف الكاميرا. نقلبها. الوادي كله كذا طبعا مع الشجر، ماني قادر ابين الشلالات ولا الشلالات والانهار يمنى ويسرى. حنصعد للشلال بعدين نكمل جولتنا الجميله. ابو بدر كيف جوك اليوم؟ ماشيين بالجاكيتات. الشلال هذا عجيب. نطلع مصعد الى الاعلى. هلو. بالعربة براحتك. على فكرة ترى 5:30 في الغالب يقفلون خلاص الشلالات، فانت يبغى لك تيجي قبل 5:30. الان والله منعونا، بس قالت معاك الاتيكيت اللي نقز من الطيارة. قلت ايوه هذا، وقالت بس نفتح لكم الشلال. بسم الله. يا سبحان الله، الماء يعتبر أقوى قوة الطبيعة. الماء يهد الجبال. سبحان الله، يوم الواحد يتفكر في غرق قوم نوح يتعجب، حتى أن المصطفى عليه الصلاة والسلام مثل قوم نوح ولا يجعل بأسهم بينهم. شيء عجيب. لسه باقي ما وصلنا قمة الشلال. وادي 72 شلال. شلال الحالم اللي صورناه في البداية هناك، حنرجع له إن شاء الله. وهذا الوادي في وسط النهر. شوفوا 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 الشلال الثاني هناك، غير الشلال اللي يساري. أبغى أقرب الكاميرا، ما هي راضية، يدي مبلولة. أيوة.
مشوار ولا أحلى في الطبيعة. هنا الشلالات الثانية، واحد اثنين في البداية، ثلاثة اللي شفناه قبل شوية، أربعة. كم طريقنا؟ لا سمعتوا بالهايكينج، هذا هو الهايكينج، مشي وطبيعة وسعة صدر وتفكر في خلق الله عز وجل. سبحانك ما خلقت هذا باطلا. بدنا من حيث ابتدأنا، طلعنا بالمصعد ونزلنا مع الدرج. حتى المصعد ما يوصلك للقمة، في شوية صعود. هنا نقطة تحول الشلال إلى نهر، نهر من أجمل أنهار سويسرا. في الأعلى ما كان عندنا إرسال في الكهوف، وأنا رجال ضغيط أضغط وارسل، فالسنابات ممكن ما تجيك مرتبة، لكن لو سويت لها إعادة هي ترتب نفسها بنفسها. يا أبو حسن أسمع صوت طائرة، نبغى نصعد الطائرة ذي يا أبو حسن. إن شاء الله بنتكلم معه وبدل الصباح إن شاء الله. الطريق في آخر الوادي موجود ترم الباخ مدخل الشلال، وموجود هذه المواقف. إذا وقفت هنا بس اقطع الشارع، خذ معك فرشتك، عزبتك، القهوة على هذا النهر الرقراق. هذا النهر حضرنا تكوينه من الألف إلى الباء، مما كان ثلج ثم تحول إلى مياه هادرة وشلالات أنهار، بعدين يروح يصب في بحيرات ومياه عذبة. من فضلك لا تترك أي مهملات، شكرا جزيلا. بكذا لغة هذه المنطقة مخصصينها لكم، تبغى تفرش، تجلس، تتقهوى، تعين خير، تقضي وقت ممتع، حاب تجلس في الجلسات اللي هناك الخشبية برضو حاطين لك حتى حطب إذا حاب تشوي. بس أهم شيء إنك تترك المكان أفضل مما كان، أو على الأقل كما كان. ونحن كسياح يعني نعتبر سفراء لبلداننا ولديننا أيضا، فهو يبني على تصرفك، يقول هذا الشعب كذا هذا. وأنا واثق أنه غالبيتنا خير سفراء لبلدانهم ولدينهم. الله على تشكل السحب، سبحان الله، شوف كيف الشمس تفكك السحاب وتخلي الماء بحالة غازية يطلع على شكل سحاب فوق يتكثف يصير هنا في سياج شكله طبيعي، وكنت أحسبه طبيعي لين سألت أبو حسن قال لا هذا مكهرب، يعني في كهرباء خفيفة عشان الدواب الأبقار تبعد عن هذا الطريق، فالأطفال المفروض يبعدوا عنها. مجهزين كل شيء هناك، دورات المياه، حاطين سلات المهملات، حتى الحطب مجهزين لكم. مو بس ذا الموقع، أكثر من موقع اللي يجوا فيه السياح حطوا لهم الحطب بالمجان، والمكان اللي تشعل فيه النار، وهذه الجلسات، وعيش حياتك. يعني صراحة الجماعة ما تركوا لك عذر، يعني حتى اللي يكون عليه الطبخ يشوي، هذا المنظر اللي يكون عنده، هذا الإطلالة. إتيكيت، هلا وسهلا، كيف نفوت هذه الجلسة وهذه الطبيعة؟ الجلسة الجميلة ممتازة، ولكن أوجه رسالة عتب بخطوط سعودية. لحظة عتب يا أبو عتب، العتب المحب، يعني خطوط سعودية مرة كنت معهم من باريس للرياض، أعطوني 5 نجوم، نسيت الرحلة، وأنا 5 نجوم والله، أنا وأبو بدر من جدة إلى جنيف، ولكن هذه إذا ردوا لنا عفش ما تعتبر، هذه من اللمم اللي يعفى عنه. الله 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 الله، يا جماعة الخير جيبوا لي سناطة، والله سناطي أنا اللي فيها أغراض، عزبتنا وعلومنا إن شاء الله تعالى، ودفعين عليها فلوس بعد، فلوس ولكن حترجع بإذن الله. الله يسعدك، حنزل كافة التفاصيل إن شاء الله. هذا الموقف موقف واحد، سواء بتزور ترم الباق أو بتزور الوادي أو هذا النهر أو الجلسات، موقفها واحد. الكوخ هذا متفرد بشكله، في مكانه. أنا ودي استأجر كوخ وأجلس استكنان كذا طول الرحلة، هنا نهر شلال، أجلس بس في الشرفة فقط في البلكون يكفي. ورحلة العودة كما الذهاب، جمال في جمال. شلال على اليسار،
من كثر الشلالات زهدنا فيها صراحة، نبغى نروح جعنا، نبغى نروح نتغدى. وادي وادي من الخيال، اللي يزور سويسرا انترلاكن وما يزور ذا الوادي يسمح لي زيارة ناقصة. بعد يوم مليء بالإثارة، قفز مظلي فوق السحاب، تحت السحاب، تحت الكهوف، نختم يومنا في المطعم الفنان بوابة دمشق. صدقا مطعم فنان حبيبي. الله يسعدك حبيبي. اليوم هنا طويل، تطلع وتتمشى وتروح وتجي وترجع وباقي الشمس ما غابت. الآن عندنا الساعة حول 8:30 العصر، المغرب يأذن 9 وعليها. يا سلام يا سلام على الرواقة. اي والله منتظرين القهوة يا تيكيت. وين قهوتك يا ابو؟ عساك طيب. برضو انت ضيع شناطك الثانية. وعندها 4 شناط، ثنتين فقدها في الطيران، والثنتين اللي معه برضه ما وصلت غرفة، تحول من غرفة لغرفة وراحت الشناط. سميها ابو فهد رحلة الشنط. انا اعطيك من ملابسي ما يهمك. بس ابو فهد تطلع المشكلة وقت الاسئلة. يقولوا لي كيف وصل بهذه الرحلة المكوكية ومدى يطلع الشنقن بهذه السرعة؟ السفرات الاوروبية الان بالشهور ولا اسابيع مواعيدها. انا عندي شنقن من زمان، عندي 3 سنوات مشنقنها من اول. انا اول عندي الشنقن لله الحمد لله. ما انت بسيط. اي والله الحمد طبعا لله. الشنقن اذا انت دخلت اوروبا مره واحده خلاص اوروبا انفتحت لك. الشروط اللي هو لازم حجز فندق وطيران عوده وما ادري ايش اللي تسمعوه ذا كله على الدخول الاول. اذا ختم لك دخول اول لاي بلد من الاتحاد الاوروبي خلاص يسهل عليك دخول اوروبا في اي رحله خذها واطلع اوروبا. انا طلعت طبعا وفاد من الفرنسيه ودخلت جنيف اول شيء قبل سنة أو سنتين قبل كورونا. حلو حلو حلو، نفس الطريقة اللي أنا ذكرتها أول، لكن في زمن كورونا يطلبونك PCR، عاد لازم تتبع تحديث الإجراءات في أي مطار. PCR، طباعة توكلنا، أخذت الجرعة ولا الجرعتين، هذه أمور يعني مؤقتة وإن شاء الله تنقشع السحابة. رحلتنا ابتدت من جنيف سويسرا، انتقلنا إلى انترلاكن. بعد ما حنقضي في انترلاكن أيام ومعدودات ما حنرجع لجنيف، حنكمل طريقنا في الأراضي السويسرية وبعدين ندخل الأراضي النمسا وعلى كابرو نيوزيلمسي، وحنقيم هناك حوالي أسبوع، وعودتنا من مطار سالسبورغ في النمسا. كذا احنا اختصرنا الوقت، جينا من جنيف واخذنا خط أوروبي هو أجمل خط في أوروبا ونرجع من سالسبورغ. لكن لو جينا من جنيف واخذنا هذا الخط وراجعتنا يبغى لها وقت وفنادق وتسليم سيارة وشغلة، فالأفضل إنك تبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا لا؟ يا سلام. شو رأيك؟ لا تنسى فهد إني صاحب الفكرة الأولى، يعني ترى يمكن ما يدرون. فكرة أولى. أي أنا اللي اخترت عليك الرحلة هذه. هذه هذه. آه صح. ما حد يدري. ما حد يدري. هذه خلف الكواليس الله يهديك يا شيخ دائما.